fuel injection competition in combustion ignition engines. احنا سابقا قبل فيديوهات اثنين شرحنا شلون نحسب السرعة وبالتالي نحسب كمية الوقود اللي راح تخرج من الانجكترز عن طريق النوزلز. بين المعادلة اللي شلون نحسب بها السرعة ونحسب بها الكيو. ايضا هنا أنا راح نجي بالتفصيل. عندنا هذه الرسمة اللي موجودة توضح لنا هذه الاسطوانة، هذه اسطوانة وهذا المكبس اللي موجود. لاحظ الانجكترز راح يكون هنا، هذا الفيول انجكترز. راح ناخذ هنا two levels، هذا datum 1 و datum 2. فهنا الديتم 1 P1 V1 و 2 اللي هو داخل الأسطوانة، هنا خارج الأسطوانة اللي هو بموازاة التوب أوف فيول إنجكتر. أما هنا هي بداية أو نهاية النوزلز اللي راح تكون داخل غرفة الاحتراق هذه. إذن هذه يم النوزلز، يم الفتحات، فتشوف هذه شنو، هذه شو راح تطلع القطرات داخل غرفة الاحتراق. فراح من عندها نبدي هسه نقول the fuel injector should develop a pressure which is higher than the highest pressure desired to be obtained in the engine, and also additional pressure differential is available to impart high velocity head and adequate atomization. إذن الضغط اللي راح يكون أو اللي يخرج من الانجكتر لابد إنه قلنا عالي حتى يقدر ينفذ يحقن الوقود إلى داخل الأسطوانة، وبيكون بهاير فيلوسيتي، وبالتالي حتى إذا higher velocity معناتها راح أنا أشوف التذرية داخل الأسطوانة تكون بصورة صحيحة. There is an optimum value of the fuel particle size and velocity so that the momentum is maximum and hence depth of penetration of separate or already compressed air in the cylinder is large. إذن راح نشوف المومنتم راح يكون ماكسيمم، بالتالي حتى يحقق لي السبراي بحيث ينفذ الى داخل الاسطوانه. ليش؟ لان الاسطوانه راح يكون بها ضغط عالي جدا، وبالتالي احنا لابد انه قلنا وطرقنا سابقا نقول انه الضغط اللي راح يضغط الفيول عن طريق هذا الانجكتر يكون لابد انه يكون اعلى من الضغط اللي موجود داخل الاسطوانه. ليش؟ لانه احنا على الاسطوانه احنا قلنا بها كومبرست اير، وبالتالي حتى ينفذ ويحاول يوصل على شكل سبراي داخل الاسطوانه ومنعتها حتى يصير عمليه الاحتراق. Exclusive atomization is very conducive to proper mixture formation، وبالتالي حتى تصير عمليه الخلط مع الهواء بالصورة الصحيحة، ومنعتها راح تتم عملية الاحتراق. P1 قلنا injection pressure، V1 velocity section 1-1، P2 pressure in the cylinder when injection of fuel takes place، V2 velocity section 2-2، ρf density of fuel، والVf specific volume of fuel. هنا أنا ليش؟ لأنه مو الفوليوم وإنما specific volume assumed in compressible، راح يكون إنه قابل للانضغاط. نجي نطبق المعادلة. المعادلة اللي هي V1 square over 2 زائد P1 VF يساوينا V2 square على 2 زائد P2 VF، وهنا جاي نتعامل مع الوقود، والوقود هو compressed. إذن هسه من هذه المعادلة شلون راح أتعامل وياها اللي هي 12-1؟ 12-1 راح
أسوي neglect المن neglect للV1. ليش نسوي neglect للV1؟ لأن راح نقارن ما بين الV1 والV2، راح نشوف الV1 كلش قليلة بالنسبة إلى 2 مثلا. يعني شون نقول قليلة؟ لاحظ مثلا واحد عنده ألف ويجي واحد ينطي دينار، فألف بالنسبة للدينار لا شيء، إذن راح يكون قيمته كلش قليلة أو بالبوينت، بالتالي إنه ما راح يكون إلى أي تأثير. فال V2 راح تساوي إن 2 VF P1 minus P2، ليش؟ لأنه VF هو نفس الوقود. إذن لاحظ ال VF هي مقلوب ال density، فإذن 2 P1 minus P2 over rho F، لأنه يعني إحنا راح نتعامل مع الكثافة. If VF، لاحظ هنا أنا V capital، actual fuel velocity، هذه لل velocity، هذه V2. VF actual fuel velocity of injection، the velocity of fuel for good optimization is of the order of 400 meter per second. لاحظ إنه أحسن سرعة تحقق لي الأوتوميزيشن هي راح تكون بقيمة 400 متر بير سكند، وبالتالي أنا راح أسترجع شوية إنه 400 متر بير سكند راح تكون أعلى من سرعة الصوت. CF flow coefficient of orifice، لاحظ هنا ال V2 هذه قيمتها، عندما أضربها بال CF إذن تحولت من الاكتوال، العفو، من النظري theoretical to actual، إذن سميتها VF اللي هي actual fuel velocity of injection، إذن هي نفس ال V2 ما عدا أنه راح أضربها بال CF، إذن أصبحت actual. The volume of the fuel injected per second QF is given by، إحنا هذه المعادلة اللي طلقنا لها بالفيديو السابق، قلنا Q اللي هي area of all orifices، كل الثقوب، مضروب في fuel jet velocity، في time of injection. time of injection هذا time of injection، لاحظ إذا time of injection theta على 360 في 60 على N، في number of injection per second، number of injection per second for one orifice. اللي denote هو diameter of fuel orifice and not number of orifice، نفس اللي أخذنا ما عدا هنا خلالها O هي نفسها. number of orifices، VF velocity of flow of fuel، و theta duration of injection in degree of crank، and revolution per minute، well ni، هذه ال ni هي number of injection per minute، number of injection اللي هي، لاحظ هنا ال ni هذه تختلف عن ال n، هذه ال ni هذا number of injection per minute. هنا احنا عندنا راح نقسمها على 2 المن في حالة اذا كان فور ستروك، لا ننسى، إذا كان فور ستروك راح تكون، لأنه كل دورتين راح تحقق لي وان سايكل. أما أنه راح يكون هذه في حالة التو ستروك راح تكون تأخذها نفس القيمة اللي هي revolution per minute اللي هي نفس هذه. The rate of fuel injection is usually expressed in millimeter cube per degree crank angle per liter cylinder volume to avoid the effect of engine size. هذه هو راح نشوف الفيول rate of fuel injection، الوحدات مالته millimeter cube لكل degree crank angle لكل liter cylinder volume. Since the injection pressure employed are very high to the tune of 100 to 150 bar, the assumptions of
incompressibility of view may lead to errors in order to account for compressibility. لاحظ نانا حتى ليش لأنه إحنا راح نتحول من compressible incompressibility إلى compressibility. A factor called coefficient of compressibility is introduced. لازم إنه أنا راح أخلي هذا coefficient إلى معامل الانضغاطية. شلون أحسب معامل الانضغاطية هنا حتى نشوف الأخطاء اللي تصير؟ ليش؟ لأنه إحنا تذكر هذه المعادلة إيش وقت نستخدمها في حالة الكمبرسيبلتي. فإذا الكوفيشنت أوف كمبرسيبلتي شوية خنزغر ال أي كوفيشنت أوف كمبرسيبلتي يساوي إنه VF للسامب السامب اللي هو القعر ماينس VF1 للديتم الأول على VF للسامب في دلتا بي P1 minus P of sump for pressures expressed in bar الوحدات الضغط هي راح بالبار accepted value for C of C هذه coefficient of compressibility راح يساوينا 80 80 multiplying by 10 index 2 or power 2 minus 8 per bar لكل بار. Work of your compression per kilogram. شلون أحسب ال work of fuel compression. شلون أوصل إليه؟ فإذا ال work يساوي نصف delta P P1 minus P sump multiplying by difference of volume V F sump minus V of F1. Work old of delivering fuel. لاحظ حتى هذا عندما عملية تسليم الوقود راح يطلب شغل. فإذا deliver work هذه هنا fuel compression. Work of fuel compression. Work of fuel compression حسبنا من هذه المعادلة. Work of delivering fuel مو هذا احنا مو فقط انه نضغط اذا اكو شغل راح شلون يسلمه الى الاسطوانه فاذا delivered work يساوينا P1 minus P2 لاحظ هنا رحنا للرسمه اللي شفناها multiplying by volume of fuel injected في حجم الوقود المحقون then fuel pump work per kilogram fuel pump work per kilogram fuel pump fuel pump work يساوي إنه fuel compression زائد delivering fuel هاي أجمعهم حتى أحصل على fuel pump work راح ننتقل إلى فيديو ثاني حتى نشرح عندنا كم مثال هنا أنا موجود عليه.